بكري بكري ما كان لا راديو لا تلفزيون، بنادم ما عارف اشنو طاري، كانوا الناس في دار غفلون، قليل فيهم اللي كان قاري، الاخبار تجي ولا تليفون، غير البراء تدي وتجيب خباري، اليوم في الجبال الوطاء ولا فين نكون، كل شي وصلني تل عندي لداري، ديرها غير زوينة، الخبر يوصل سخون، البورتابل ولا عند المرأة الراجل وحتى الدراري، نمشيو للفيلاج نسقسيو ونسالو، نشوفو على أوكرانيا اش قالو. فدوار واحد كيعيش يا عابد سيدي عابد حسن طيب تصرمي ما فهمتيش انا بعدا سي محمد كنت سمعت اخبار اللي نسمع واش عايش شكون هذا كنجم نكدي مهمتي وغيرهم من الدوار عندهم رايهم وصوتهم في كاع اللي جرى هذا العام والله يخلي لنا دوارنا كلشي تبع الازمه الاوكرانيه شي كيجر الشرق وشي كيجر الغرب اما حنا المغاربه غير كنتفرجوا في هذه الازمه وكنعطيو الراي ديالنا بنادم راه قال لي حتى تنغم وانا كنفهم بنادم راه كلشي مطالع وكلشي عارف هاد الدار يبقى مضاربين علاش مضاربين مضاربين على الفلوس هاد حتى داك الشعب ديالها كاع يعني راه ما باغيش يتبع شي حاجه ديال الغرب يعني باغي يمشي على الرواسه وكامل هما تيبان لي هذيك المره تنشوف الشاب تعين بحال ما هكا في النشر الاخبار ديال روسيا اليوم تيبان لي دوك الناس كامل ديال الرواسه هذيك ديال دوك الجزيره تامين روسيا كيبان لي عندهم مصالح فيها تما يعني شي ترواره باغينهم كيضاربوا على المصالح يعني ما كيضاربوش على شي مساله ديال المواطن وتنقول انا زعما بالنسبه لهم ما باغيش يمشوا مع الغرب كاع الدوله الامريكان ما عندهمش مع الغرب كامل يعني رواسه بيرادو تيهضروا بالروسيه كاملين همايا بخير عاديين يا ابو حسن لاباس عليك صحيح الله يبارك فيك الله يبارك فيك هو المطلق الشعب الاوكراني ينقضوا الفلسطينيين هما الاولين اللي ملي عقلت انا دابا عديت 42 سنه من النار عقلت فيهم بين مهاجرين بين مكرسين هذيك الحرب ديال اوكرانيا وروسيا اخويا اش غنقول لك هذاك الشيء انا ما نفهم فيه والو هذاك الشيء دابا روسيا مال اخويا روسيا على مثلا مثل بحال ليبيا وليبيا مالها حتى هي فاش داك الشيء بحال امريكا القضيه ترونات حتى واحد ما بقى فاهم شي حاجه وديك امريكا انا واخا تشوفها فكره هانيه ما عدت حتى شي حاجه هذيك ما عدت حتى شي معلقه مع الدولات ولا شي حاجه هذيك باغا لهنا ودي روسيا الله يهديها حتى هي راه خاصهم يتفاهموا مع بعضياتهم ويراعوا لبعضياتهم وهيئه الامم المتحده يدخل في داكشي وقالت بيناتهم حنا ما نقدروش نعرفوا شنو كاين وانا ما طيحوا الكواري شويه انا والله العظيم لا تحركت ديك البيان تحركت وحركوني معاه كون جبرت كانت عندي طياره نطلعهم شي عند الله ونقدر نقول لهم عاد جوج كلمات ويطيحوا الكواري صافي الأزمة الأوكرانية لقات لي فكا بوشعيب غير يلعب دور الأمم المتحدة أنا أراك مع الأحمر قالك ودبر لي على طيارة قالك دبر لي على طيارة يصلح كل شيء